تحب أن تتزوج من تحبها بالطبع؟ الأمر بسيط، كل ما عليك فعله دفع مهر عبارة عن 500 بقرة. قبيلة الدينكا إحدى أشهر القبائل في جنوب السودان وأكثرها عدداً، لا تنفك تدهش كل من يعرف عاداتها ويطلع على قوانينها وحياتها اليومية. فأفرادها من أكثر شعوب العالم طولاً، وهم الأطول بلا شك في قارة إفريقيا. أما الزواج فله طقوس غريبة، خاصة فيما يتعلق بالمهر، أحد ألزم مراحل الزواج هناك، حيث يكتسب أهمية بالغة ولا يدفع سوى بالأبقار، ويتراوح من 70 بقرة إلى 200، وقد يصل في بعض الأحيان إلى 500 بقرة، بحسب عدة معايير يقدسها المجتمع، مثل وزن العروس وطول قامتها، فكلما كانت طويلة القامة فإنها ستلد أبناءً أطول. لا يبدو عليهم التقدم في العمر وفق اعتقادهم، بالإضافة إلى معيار درجة السمرة ووضع عائلة العروس اجتماعياً بين العائلات الأخرى. ورغم أهمية المهر، إلا أن هناك مرونة في دفعه، بحيث يمكن تقسيطه على دفعات وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين. أمر آخر متعلق بالزواج قد يبدو أكثر غرابة من قضية المهر لدى قبيلة الدينكا، وهو السماح للرجل بالزواج بأي عدد يريد من النساء، الأمر الذي يتولد عنه إنجاب العشرات من الأبناء، فضلاً عن ارتفاع قيمة الأبقار العملة الرئيسية في الزواج، كما تشيع بينهم عادة أخرى، وهي إذا مات الزوج فإن شقيقه يرث زوجته أو زوجاته.